يسهل الدراري اللي كي يعني كيبقاو يديروا هذا الشيء. الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم الله يهدي الدراري الله يهدي الشباب. هذاك ولدنا وهذاك ولدنا. انا هذاك الدري ما بغيتش ليه الموت. انا ولدي كنت تفنته مازال نبرد، ولكن غادي يتعذب في الحبس. العذاب غادي يتعذب. السلام عليكم. عاودنا المشكل اللي وقع من الاول. المشكل اخويا اللي قلت لك وقع من الاول، هو جاو تهجموا عليه، وماشي اول مره، راه تقريبا راه شي 4 مرات ولا 5 هما تيجيو تهجموا. راه تمشيو تسولوا هاد الدرب تما، راهم يعاودوا لكم كلشي، شي جار الجيران بدار بدار. غايقول لك الدريه تيجيو ديما اصلا تيتهجموا عليه. هي نهار وقعت الواقعة، راه هادشي ليك، راه دوك الناس تيتمو ولدهم وحنا تنتمنا من ودنا. هادشي هو اللي ما عارفش دابا، انا اللي عارف هو ولدي هو اللي عارف دابا هادشي شنو واقع بيناتهم. انا هادشي انا ما فهمت حتى تجيني عصابة، انا هادشي ما عرفتوش، انا براسي ما عارفش هادشي اللي واقع. راه تقريبا شي 15 ولا 20 يوم هما تيجيو ليه، كل مرة تيجيو ليه شحال من مرة. شحال مرة تنكون في خدمة تيعيطو ليا راه جاو ليه، شحال مرة تنكونو حنا في الدار حتى تيجيو ليه، ولاو خوتو مخلوعين، ولاو شحال مرة إلا الدراري الصغار عندنا ولادي ولاو كلهم تيتخلعو مي تيشوفو دوك العصاب بزاف والحجار والجاج. وجاو لدار نسيبتي هنا، راه كاينة كاميرا نيت هنايا حدا باب دار نسيبتي، راه شادة كلشي، راه الكاميرا تبعو الكاميرات غيعرفو كلشي وغيشوفو كلشي. البارح شنو وقع؟ البارح حتى جاو ليه مريح حدا دارهم، حتى جاو ليه هي باش دخل هرب شويه تخرجوا شويه قال لك راه وقعت طاحت روح فرمشات عين فرمشات عين جاو ليه خرج تبعهم طاحت روح قال لك راه السيد تضرب فيزيا هذوك الناس راه ضاعوا في ولدهم وحنا راه ضعنا في ولدنا راه هادشي اللي كاين ما تاني عمرني عشت هادشي انا والله هادشي مؤخرا انا في هاد العواشر هادي انا هادشي عمرني عشتو في حياتي نعم مني عشت هاد الشتي اللي وليت نشوف دابا. واش غنقول لك رسالة للشباب والله يهديهم ويمشيو يخدموا، يمشيو قلبوا على خدمة وهنيوا والديهم من المشاكل وقلبوا على مستقبلهم، أما هاد الهيت راه ما خدامش هادشي، هادشي راه كله مشاكل وتيخليو والديهم في العذاب وفي الهم، هادشي اللي كاين. ديما تيجيوني ديما تيجيوني للدار تيهجموا عليا بالحجر، يهجموا عليا بالجناوة. ولو خالعين ليا بناتي ولادي خالعين ليا، ولا الدريه طايحه ليا مريضه ليا الصغيره يهجموا بالحجر. الدر قال لي ماما هادشي بزاف، قال لي تيقوي، وقال لي كل نوبه قال لي جايين هاجمين عليا، قال لي بالجناوه قال لي. قلت لي صافي وليدي خليهم من نوم الله، خليهم من نوم الله، قلت لي خليهم، قلت لي وصافي خليهم. قال لي بزاف هادشي، قال لي واش انا، قال لي بارك، قال لي تيجيو ليا، قال لي بالجناوه قال لي. الدري ولا يخرج مسكين، قال لي مسنح. تنقول لي حيد وليدي داك الجناوي، تيقول لي لا بغيتي، قال لي ضربوني بحال اللي ضربوني النوبه الاول. مشيت خيطت لي، قلت يلا نمشي راه ما عرفتش دير شي ما عرفتش شي 20 غرزه هنا يدير. قلت يلا وليدي نديك الكوميساريو يلا. قال لي لا ما نمشيش، قال لي ما نمشيش، قال لي ما نمشيش، قال لي الكوميساري. مشيت للكوميساريه، قلت لهم خذوا لي حقي، ما خذوا لي لا حقي لا حتى حاجه. شحال وقتي دابا من هاد الايامات شي 3 سيمانات ولا ما عرفت، وانا عايشه في هادشي. شي رساله لهاد الشباب هادو؟ ها؟ هاد الشباب شي رساله ليهم؟ ونطالب بالكاميرا، ونطالب بالحموش يوقف معايا، ونطالب بسيدنا، حيت الدري مشى ظلم، حيت هو اللي عندي، هو الكبير اللي عندي. راه حيت ماشي ما ناويش هو يقتل، كون كان ناوي يقتل ما غاديش يدير، ما ناويش يقتل ولدي، انا اللي عارفه. ولدي درويش، ولدي اللي مشيتو للدرب راه درويش، راه بوالي، راه ما عندوش العقل، كون كان عنده العقل ما غاديش يقتل. وتنطلب من الحموش يوقف معايا، وتنطلب من سيدنا وقف معايا، راه هو اللي عندي في الدنيا، هو اللي عندي، هو الكبير اللي عندي. انا جيت من اناسي، جيت المسيره على قبله. قال لي ماما بلا بك تيا الدار ظلمه، قال لي جي، قال لي لدارنا، قال لي وجيت في الاخر وقع هذا المشكل. دابا الدار غتجيني ظلمه بلا ولدي داخل خارج عليا. الدراري اللي كي يعني كيبقاو يديروا هذا الشيء. الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم
الله يهدي الدراري، الله يهدي الشباب. هذاك ولدنا وهذاك ولدنا. انا ما هذاك الدري ما بغيتش ليه الموت. انا ولدي كنت تفنته مازال نبرد، ولكن غادي يتعذب في الحبس. العذاب غادي يتعذب.